فنانة قررت إنها تتواجد على السوشيال ميديا بعد ما كل الأبواب اتقفلت في وشها. حوارات وأسرار مها أحمد. أنا اللي بيجيب سيرة ابني بالذات ربنا بياخد لي حقي في ساعته. رفعتي قواضي على فادي خفاجة وأنا مش هستفاد. ينفع تخسري مخرج زي محمد سامي؟ واخسره ليه؟ مي عمر ممثلة شاطرة. السي في بتاعها يعني طلعت على إيه؟ يا سيدي صبري تشيل مسلسل ولا ما تشيلش مسلسل؟ لا تعليق. خطيئة الغضب خسرتك أحمد السقا وأمير قرارة. هي وجهة نظر. مذيعة على إحدى القنوات انتقدتك بسبب ظهورك على التيك توك. لو دخلت على اليوتيوب وكتبت اسم بتاعها هتطلع ترند أكتر ما تطلع ترند معايا. أستاذ فاروق فلوكس طلع في برنامج أو اتنين قال إن أنتي جبتي له جلطة ترند. فروان مشاكل. حقي هاخده بالقانون. مين الزميل اللي جه قال لك هو أنتي هتشحتي دوش؟ في قنوات غير القنوات اللي على التلفزيون ممكن ندور فيها؟ قلتش؟ أسرار مع أميرة بدر. الليلة 9:30 مساء. رمضان أحلى على النهار.